إذن مشاهدي قناة اليوم 24 هكذا خرجت جماهير مدينة طنجة للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي. إذن فرحة عارمة بساحة الأمم بقلب مدينة طنجة. إذن فرحة تعم الروح. والمغرب كيدوخ وداخ داخ دوخ والمغرب كيدوخ وداخ. يعني ما كناش كنتوقعوا باللي الماتش غيكون هكذا. انا في الصراحه كنت كنقول واحد واحد يعني الامباتي التعادل، ولكن الصراحه اش غادي نقول لك، فرحونا بزاف وماشي احنا اللي فرحنا، فرحوا كاع العرب كاملين، فرحوا خصنا الجزائريين، فرحوا سوانسا، فرحوا سواعدة، فرحوا الليبيين، فرحوا المصريين، وفرحنا كاملين الصراحه. وكما فرحونا ان شاء الله يا ربي كما فرحونا عيفرحهم الله سبحانه وتعالى. ومازال كاين لي سبور القدام وعام فرحوا ان شاء الله بزاف، وباقي الامل اخوتي المغاربه. مزيان الحمد لله، فرحانين بهذا الفوز ديالو، وكنشكروا المدرب الركراكي تبارك الله عليه، عمل اضافات مزيانين، خرج الدراري في الوقت ديالهم ودخل الدراري باش عملوا واحد الاضافه مزيانه تبارك الله عليهم، وكنشجعوهم وكنبغيو المغرب، وكنشكروا المغرب كامل والعالم كامل، وكنبغيو المغرب من قلبنا، وشكرا بزاف وشكرا بزاف، وفيفا الاكاديمي اكاديميه الابطال لكره القدم، شكرا بزاف. حنا فرحانين بالفوز المنتخب ديالنا الحمد لله، حنا فرحانين ما كناش متوقعين هذه النتيجه 2-0. كنشكروا الركراكي والفريق كامل، والحمد لله بهذه النتيجه هذه اللي كانت غير متوقعه 2-0 راه مزيانه بزاف، وان شاء الله كنتمنوا تاهل لفاز اللي ماجيه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله علاش لا نديو كاع نديو كاس العالم ان شاء الله يا ربي. اليوم فرحانين بزاف بالتأهل التاريخي، واخا باقي ما كاينش التأهل، ولكن مهم هذا الغلب هذا اللي يعاوننا بارتي اللي مازال نحتاجوا نقطة واحدة، وحنا هنايا الجماهير طنجة كاملين تجمعنا كنعبروا على الفرحة ديالنا تجاه المنتخب الوطني اللي كنقولوا له برافو الدراري ديالنا، برافو تقاتلوا برافو الدراري ديالنا تقاتلوا، برافو الترينادور وليد الركراكي، كنا تايقين فيك الحمد لله. ديك الشونجمون اللي وقعوا ما الحمد لله عطاونا الثمار ديالهم، خصوصا ابو خلال اللي ماركا الجون الثاني. شوف المغرب غلبنا ب 2-0 واخا زولونا الثالث، هانيه ماشي مشكل، هانيه. حنا فرحانين بزاف بالمنتخب ديالنا، وحنا اصلا كنا عارفين انهم غادي يغلبوا، والحمد لله ما خيبوناش وما انتصرناش فقط بكل واحد ولكن بزوج، والحمد لله ان شاء الله بالتوفيق بالتوفيق الاستمراريه ديالهم في النجاح، وان شاء الله ما نكون مع البارتي اللي ماجي ان شاء الله وما يكون غير الخير. شكرا كاع اللعابه اللي اليوم فرحونا بزاف، وشكرا اي واحد اللي ما فرحنا، والحمد لله وان شاء الله العقبه ان شاء الله ان الماتش اللي ما يجي مع كندا ان شاء الله يا رب. حنا كجماهير طنجة كنتمنوا التوفيق لكل الطاقم التقني واللعابة ديال المنتخب الوطني المغربي، وبرافو الدراري وبرافو وليد الركراكي وبرافو الجمهور ديال طنجة. هنيئا أول حاجة، هنيئا المنتخب فريق الوطني المغربي، وعاش الملك، وكنهديو وكنهديو هذا الربح هذا لجلالة الملك أول حاجة، ولا عزاء للحاقدين. حشود جماهيري مدينة طنجة ساحة الأمم، عندنا فريق مستوى فريق اللي قوي صراحة، وداخ داخ دوخ والمغرب كيدوخ، وداخ داخ دوخ والمغرب كيدوخ.
صراحه فريق مستوى، عندنا لاعبين في الدوريات الاوروبيه قادرين تنافس على ان شاء الله على ادوار طلائعيه، لما لا ربع النهائي ولما لا نصف النهائي ولما لا المنتخب في نار، وان شاء الله وان شاء الله بالفوز على بلجيكا 2-0.